يضايقك ساعات انك بتقعد على الاحتياطي، ولا انت عارف ان كده كده الفرصة جاية؟ لا طبعا، هي مراحل. انت ممكن كان كابتن محمد الشناوي كان يقعد معاكي هنا من 4 5 سنين كنت هتسألي نفس السؤال، كنت هقول له بتضايق ان انت تقعد احتياطي؟ مش هقول لك اكيد كان يقول لك اه، هقول لك انا طموحي ان انا العب، بس هي الفكرة امتى؟ دي حاجة بتاعت ربنا، لما بتبقى وقتك بتاخدها انت وتوفيقك وتركيزك واجتهادك، ربنا ساعتها بيكرم. زي طبعا كابتن محمد الشناوي دلوقتي لو جينا نشوف طبعا من 4 5 سنين طبعا. كان بره اصلا النادي الاهلي، بعد كده جه النادي الاهلي كرقم 3، في 2 في 1 لاعب ركب خلاص. هي دي سنه الحياه، لما بيبقى في دايما رقم واحد، وخصوصا لما بيبقى ماشي كويس وبيبقى عامل زي كابتن محمد الشناوي، لا تقعد وتتعلم منه وتستنى لما تيجي فرصتك، ما حدش عارف بكره في ايه. طبعا.